كانت أسرة ياسر رزق الابن الأكبر بين ثلاثة أشقاء، واحدة من قرابة نصف مليون أسرة أجبرت على هجران بيوتها في مدن القناة مع عدوان يونيو. يقول في مقاله الخامس من يونيو الموافق العاشر من رمضان إن أيام حرب الاستنزاف وما بعدها تظل أقوى ما تحفظه ذاكرة طفل احتفر وجدانه بنعيق صفارات الإنذار وطنين الغارات ودوي الانفجارات وقتامة اللون الأزرق على النوافذ. أكتر بقى حاجة أثرت فيه الفترة اللي بعدها هي كانت فترة النصر. كان دايما فاكر يوم 6 اكتوبر، هو كان عنده وقتها 8 سنين، وكان فاكر اليوم بتفاصيله، وفاكر الرياكشنز بتاعت الاسره والجيران والناس حواليه والراديو ايه اللي حصل.